يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أخذ مبالغ من المال مقابل دعاء يقوم به شخص يعتقد أتباعه أنه رجل صالح؟ لا، ما يجوز هذا إلا في الرقية. الرقية جاء الرخصة في أن يأخذ شيء مما يدفع له، أما على الدعاء تأخذ دراهم على الدعاء ما يستجاب لك دعاء لأنك تقصد الدراهم. نعم.